مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقاتنا. النهارده هنشوف مع بعض مهارات جديده وهنعمل وصفات بناء على طلب اصدقائنا الغاليين اللي طلبوها مننا. وهنبدا باول وصفاتنا، وصفه رقاق الطري كانت طلبتها مننا مدام منال. هنعملها النهارده وهنعمل جنبها شويه كباب حله كده لطيف، ونشوف كمان الحلو معانا النهارده حاجه لطيفه وسهله ومش بياخد كميه بيض كتير، لكن ينفع نستفيد بالوصفه دي في فواكه الصيف اللطيف. خلينا نقول بسم الله ونبدا. اول حاجه هنقول الرقاق الطري. طبعا عندي نص كيلو من الرقاق الطري، عندي كوبايتين من مرق الدجاج، عندي معلقتين كبار من الزبده، عندي كمان للحشو. طبعا الحشو حسب الرغبه، انا دلوقتي هعمل حشو بالعصاج او باللحمه المفرومه. حضراتكم تقدروا تعملوه بالفراخ، تقدروا تعملوه بالاجبان، بس انا طبعا هبدا اخد ميكس من الاجبان مع الحشو ده عشان دايما الرقاق الطري بيبقى متدلع شويه غير الرقاق التقليدي بتاعنا اللي احنا متعودين عليه بتاع زمان. طيب عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، وعندي بصله كبيره مفرومه، عندي ثلاث فلفل الوان مكعبات، زيتون اخضر اختياري حسب الرغبه، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، عندي كمان معلقتين كبار من الزبده، معلقتين كبار من الزيت، والسبع بهارات، رشة جوزة الطيب، ملح وفلفل. طيب احنا هنعمل عصاج عادي جدا، لكن هنضيف له شوية مكونات كده تدي طعمه حلو للوصفة بتاعت الرقاق الطري. ان انا النهاردة مش هعمله زي الصينية التقليدية اللي احنا متعودين عليه، احنا هنعمل النهاردة الرقاق الطري ده رول زي سندوتشات العيش الصاج او الشاورما اللي احنا بنحبها، علشان يبقى سهل حتى التناول بتاعه على السفرة ولطيف. وبعدين تقدروا تعملوا بقى منه اي حشوات متواجدة في البيت. اول حاجة اقول بسم الله، خد كده معلقتين زيت. بسم الله، وهاخد اول حاجة البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه تنزل البصل، وبديها طبعا على طول رشه الملح والفلفل عشان اساعد الايه الميه تنزل والبصلايه تتحمر حلو. رشه ملح وفلفل كمان بيدي طعم كده حلو للبصل، بينكه البصل بشكل لطيف. ناخد كده تشويحه حلوه. بسم الله، هاخد شويه بس من السبع بهارات كمان. الحاجات دي لما بتتشوح بتدي طعم حلو، البصله بتبقى منكهه جميل، واللحمه كمان لما بينزل بديله شويه من التوابل دي فالدنيا بتبقى جميله جدا. بصوا بقى، هاخد شويه من الفلفل الالوان، ودي اختياري، بس بصراحه من الحاجات الجميله. كده كمان الفلفل الاخضر الرومي، اللي عايز يحط قرن فلفل مثلا ماشي مفيش مشكله، على حسب حضراتكم بتحبوا ايه. يعني انا بحاول اسخن الحله الثانيه عشان لما نبدا في الكباب الحله تبقى الدنيا جميله. بسم الله، هنشوح كده تشويحه حلوه، وبعدين هبدا اخد اللحم هنا كده، ونبدا بقى ايه اهم حاجه على اللحمه على طول، رشه ملح ورشه فلفل وطبعا البهارات السبع بهارات العاديه بتاعتنا، ورشه بقى جوزه الطيب، دي ايه بتدي تيست كده وطعم جميل جدا. هنقلب بقى تقليبه حلوه. الحبه الحلوين دول، وانا لما هشيل عصاج زي ما قلت لحضراتكم هنشيله، بس ايه هنحتفظ بيه من غير اجبان، يعني انا مش هضيف الاجبان هنا على النار، انا هحطها وقت ما اجي احشي بس، فدي تبقى اضافه بسيطه. وهحتفظ بالعصاج زي ما هو، اذا انا عايزه اسيبه ساده من غير اضافه فلفل او حاجه، بس طبعا هو بيدي كده تيست حلو بالزيت الرقاق اللي هو الطري ده. وهنشوف هنحشيه ازاي، ما بيحتاجش طبعا نسبه مرق كتير لانه بيبقى طري، فاحنا مش عايزينه يبقى معجن، عايزينه برده يبقى ماسك نفسه كده وجميل. بصوا بقى الحشوه هنا، شوية زيت مش كتير لأنه اللحمة كمان فيها نسبة فاتس أو دهون شوية بسيطة، فإيه دي كافية جدا كده. ونقلب بقى تقليبة حلوة كده،
مش هيبقى فيه سوائل كتير، اهم حاجه يبقاش فيه سوائل كتير. طبعا عندي من المرق هخليه كده هنا في بوله، في بوله جنبي. بسم الله نضيف شويه مرق هنا. كده ده مرق الدجاج او اللحم اللي موجود عند حضراتكم، او لو في ماسوره لحم. عايزه اقول لكم احلى رقيه تعمل على الماسوره ده، روعه. بس كده ايه، بعرف من ريحه اللحمه وانا بحمرها اذا كانت ناقصه ملح ولا لا. بس ده طبعا الواحد من كتر ما بيعمل حاجات كتير، في ناس ما بتدوقش على فكره، في ناس ضروري تدوق، سبحان الله، وكل واحد حسب ما اتعود. كده تقليبه حلوه. هنبدا بقى، هسيب بقى هنا ده شويه كده ياخد تشويحه حلوه، ونبدا. انا مسخنه الفرن عندي على حراره 180. بصوا بقى، ده الرقاق الطري اهو، جايبينه من عند الاماكن اللي هو المحل اللي بيبيع الايه، الكنافه والقطايف. المحلات دي هي اكتر، وفي ناس تانية مخابز بتعمله، بس انا معرفش بصراحه مخابز بعينها. لكن اهو ده شكله، شوفوا قريب من العيش الصاج قوي. ده الرقاق الطري، تجيب بس كده طبق كبير. ايه بسم الله، حط عليه الكميه دي عشان نفرد مع بعض. كده نقلب بقى تقليبه اخيره. شايفين الجمال، رشه فلفل دي مهمه قوي. بصوا بقى، الحرف بتاع الرقاق دايما هو اللي انا هحتاج قابله. لو هو مكلكع قوي، يعني احيانا بيبقى في الخبز نفسه بيبقى فيه ده تخين شويه، لو تخين ممكن ناخد منه حته، لكن انا ما بحبش اقص منه، فانا بحب انزله كده. شايفين ازاي طرفه بس، المرق سخن، وهفرد وهحشي. طبعا الحشوه دي هجيب كده بوله وهبدا احط فيها من الحشو ده. بسم الله كده شويه كده، وهنزود عليهم شويه من الاجبان. عندي تشيدر اهو قد اللي هستخدمه بالظبط، وعندي شويه من الجبنه الموتزاريلا. وتعالوا بقى ناخد شويه من الميكس ده، واحد اتنين تلاته كده من الزيتون، مش كتير، وهقلب كده. وتعالوا بقى ناخد كده بالمعلقه شويه حلوين بشويه حته الموتزاريلا الكبيره دي. بسم الله هنعمل كده هنا زي ما حضراتكم حابين، عايزين تتخنوها يعني تعملوها كلبوزه، تعملوها رفيعه شويه، اللي يريح حضراتكم. خلاص عندي بقى هنا بايركس. بسم الله خليني اشيل بس الزبده دي، احط هنا، وبعدين هاخد مسحه كده من الزبده، او ممكن كمان بمكعب كده، بصوا، او نقطه زيت زي ما تحبوا، بس انا عايزه اديها طعم كده. هعمل كده بمكعب الزبده هنا بس، عشان الرقاق بس يبقى فيه طعم، او معلقه سمنه لو انتوا عايزين. وبعدين هبدا اقفل الجوانب اللي احنا خدنا جزء منها بلناه اهو، شايفين دي بس كانت مشروخه بس عادي اهي، وهحطها كده زي ما هي اهي، هضمها كده. وبعدين هاخد واحده تانية، هنزل بس الطرف بتاعها الحرف كده، بس هو اللي في المرق عشان ده هو اللي يطرى معايا اثناء التسويه، لكن الورقه كلها مش محتاجه. بصوا كده. طبعا بشكر كل اصدقائنا اللي بيتواصلوا معايا الحقيقه من خلال الصفحه الشخصيه،
شيف عظيمة حمدي بالعربي، بيبعتوا لنا أسئلة خاصة بالفقرات الطبية، وكمان اللي حابين يطلعوا معانا في قناة الأهلي. تحية لكل مشاهدي ومشجعي وكل الأهلوية. كده اهو هناخد تاني، هنكمل بقى الوصفة الحلوة دي. لازم الأطراف بس هي اللي تتبل، وبعدين لازم نشيله طري زي ما هو. تقدروا على فكرة تشيلوه هو محشي كده، مفيش مشكلة خالص، في الفريزر ويطلع على التسوية. تقدروا بقى تدوا على الوش زي ما انتوا عايزين. في ناس تحب تحط مثلا شوية كريمة، بيضايا مع شوية لبن صغيرين قوي، بس تمسحي مسح على الوش، ان الرواية الطري مش محتاج سوائل، مش زي الناشف، ممكن يعني ايه ناخد فيه اوقات كويسة. بصوا كده، هنقفل الناحيتين ونرول عادي جدا اهو كده اهو. اخر واحدة، بسم الله. طبقها زي المنديل كده، بتطبق منديل البدلة كده ولا اصغر من كده شوية؟ حاضر، نقفل بس الصينية دي قبل ما ايه نروح نطلع استراحة عشان نشوف الوصفة اللي جاية ان شاء الله مع بعض. بسم الله. طبعا عندنا هفترض فراخ مسلوقة، عندي بواقي شاورما، عندي اي حاجة حضراتكم شايفين ان هي تنفع للحشو هنحشيها، مش هيقول لا، بالعكس بتبقى من الحاجات الجميلة جدا ان انا احتفظ بحشو جاهز، يوفر عليا كتير مجهود وقت ما عاوز اعمل وصفة زي دي. شايفين بقى الاحرف اهي، هاخد كده كده. اللي على الوش بقى طبعا دول خلاص هيتشالوا تاني، هطبقهم وهشيلهم زي ما كانوا في الفريزر عشان استخدمهم وقت تاني، او هحشيهم بباقي الحشو وهشيلهم في الفريزر. هاجي هنا هاخد كده معلقه زيت، بسم الله، همسح بيها على الوش. ده زيت زيتون، اللي عايز يحط بقى معلقه زبده ماشي، اللي عايز يسيح زبده في المرق ويديها نقطه مرق، بس انا عايزاه كده يبقى مقرمش اهو، نقطه واحده بس من المرق كده، مسحه بس، مش محتاج هو نصب عليه مرق. احنا حتى الرقاق العادي لو حضراتكم تفتكروا عملنا فيه لوش واحد او كبشه واحده بس اللي صبناها على الصينيه كلها، وقلنا ده المعيار اللي يخليه طالع مقرمش وفيه طرقه. هاخد بقى البايركس ده هنروح على الفرن، بسم الله، هنحطه وهنسيبه ياخد له حوالي 25 دقيقه على حسب ما ياخد لون، او يعني يدينا اللون الحلو الجراتان. انا مشغله المروحه خليني كده اشغل المروحه كده مظبوط كده، المروحه والفرن فوق وتحت. هنبدا بقى نقفل ونستعد بقى للوصفة اللي جاية، لكن هنستسمح حضراتكم، هنطلع استراحة ونرجع نبتدي الشوط التاني بوصفة الكباب الحلة، وصفة سريعة وجميلة في انتظار حضراتكم.